السلام عليكم. توقيت مباراة فريق شباب الرياضي بلوزداد الجزائري وفريق جوانين جالاكسي البوتسواني في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا 2022، والقنوات المدفوعة والمجانية الناقلة لهذه المباراة. تجرى مباراة شباب الرياضي بلوزداد الجزائري وجوانين جالاكسي البوتسواني في إياب دور مجموعة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 11 مارس 2022 على ملعب 20 أوت 1956 في حدود الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9 مساء بتوقيت مصر والسودان، 10 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. والقنوات المدفوعة والمجانية الناقلة لمباراة شباب رياضي بلوزداد وجوانين جالاكسي: قناة بين سبورتس HD3 المدفوعة بتعليق حفيظ الدراجي، وقناة الجزائرية الأولى الأرضية المجانية والموجودة على قمر نايل سيت.